تحريم وتجريم القتل في اليمن القديم. نقش مسندي سبائي يتحدث عن الجريمة في اليمن القديم والقتل أنموذجا على ذلك. درس النقش وحلله الدكتور أنور الحائر، ترجمه الأستاذ المرحوم مطهر الإرياني، تقديم أحمد القادري. وقبل الخوض في تفاصيل هذا النقش، دعوني أشير إلى أن المفردات التي وردت فيه ما تزال مستخدمة في مجتمعنا اليمني إلى وقتنا الحاضر، فنقول فلان خرط الجنبية، أي أخرجها من العسيب أو من غمدها، أو فلان ربط الحزام على حقوة، أي على خصره، ونقول كذلك تعاصر فلان وفلان، أي اشتبكا جسديا، وعصر بمعنى لوى، وهكذا. هذا النقش قدماه رجلان هما عبيد وسعد الحيوي كالتزام ديني وكنذر يعلن فيه لعامة الناس عن الحمد والثناء والشكر لعدلة المعبود المقاه الذي أكرمهم بإظهار براءة الجاني سعد الحيوي من تهمة القتل العمد طعنا على المجني عليه رب سالم زوج السيدة النشانية برلت وأم طفله، حيث كان القتل بالخطأ وذلك لعدم ثبوت سبق الإصرار والترصد من الجاني سعد الحيوي. النقش مكتوب باللغة اليمنية القديمة على صخرة حجرية عمودية، يتكون من 17 سطرا، وهو موسوم ب JA700، وقد أودع معبد أوام في مأرب آنذاك. منطوق النقش بالحرف العربي. المفهوم العام للنقش حسب الأسطر. عبيد وسعد من بني حيوي وهم القادة التابعين للقيل نسر أحصن المقاري، يعلنان أنهما قدما للمعبود المقى بعل أوام تمثالين اثنين من الفضة الخالصة وتمثالا واحدا من البرونز حمدا له على هذا الفضل الذي منحه المقى بعل أوام لعبده سعد حينما قيد الخلاص والاستقرار لنفس عبده سعد لما كان قد حدث قبلا حين استعانت به المرأة المسماة بريلت النشانية أمة بني مقار لإعادة ابنها إليها من لدن زوجها المسمى رب سالم، فتهيأ لما ندب له وانطلق سعد إلى مقر رب سالم تنفيذا لمن تدب له، ولقد حدث النشب بينهما شجار وتبادل اللطمة بسبب الخلاف على هذا الولد، وأدى التشابك إلى أن يهوي سعد على رب سالم بضربة من قضيب. أما رب سالم فقد خرط جنبية سعد من حقويه فتعاصر بينهما بالجنبية، وإذا برب سالم يهوي ميتا بفعل يده هو وليس بفعل عبيد، ويهوي ميتا بين يدي سعد، بينما جرحت يد سعد بفعل رب سالم. أما المقى بعل أوام فليواصل عون وتفريخ روع وانتشال عبده سعد. الإرياني مطهر 2012
336. انتهى حديث النقش. الجانب الاجتماعي، حيث يفهم من خلال النقش أن رب سالم كان متزوجا من بريلة أو بريلة أو بريلت، وهي من نشان في الجوف، وكان زواجهما على خير، وقد رزق بولد، وكان من المحتمل تجاوزه للعامين من عمره، وفجأة تغيرت الأحوال، وأصبحت حياتهما غير سعيدة، فزاد الخلاف بينهما، حتى أن الزوجة ربما طلبت الطلاق إن لم يكن الزوج هو من شرع إلى طلاقها. انتهى الخلاف إلى تخلي الزوج عن زوجته وقبولها بالرحيل من بيته شريطة بقاء طفلها معها، وهو ما لم يقبله الزوج، وصمم على الاحتفاظ بالطفل بينما كانت الأم غير قادرة على فراق طفلها، لكنها رحلت بدونه، إلا أن حنينها له لم يفارقها، فبقيت متعلقة بفكرة بقائه في أحضانها، فاستنجدت بشخصية اجتماعية كبيرة يشهد له بأنه سباق لفعل الخير وحل الخلافات الأسرية، هو سعد الحيوي، والذي حاول بدوره إعادة طفلها إليها، حيث شد حزامه وأخذ عصاه التي يتكئ عليها، ثم ذهب إلى والد الطفل رب سالم. وعند وصوله كان رب سالم نائما على فراشه، فنهض بملابس نومه لا يحمل سلاحه الشخصي المتمثل بالجنبية المعروفة عن اليمنيين، وبعد مناقشة طويلة انتهت برفض الوالد تسليم الطفل للوسيط، فحدثت بينهما مشادة كلامية، ربما أن والد الطفل قد أساء بألفاظ إلى سعد، مما دفعه إلى لطم الأب على خده، ولكنه سارع برد الملطام أو الصفع على الخد، والملطام كلمة دارجة بيننا نتناولها حتى اليوم. من ثم تطور العراك بينهما، أفضى إلى حدوث اشتباك بالأيدي دفع بوالد الطفل إلى سحب الجنبية من خصر أو حقو سعد الحيوي، ثم تعاصر حسب ما ورد بالنقش على الجنبية، واستطاع سعد مواجهة الضربات التي وجهها له رب سالم بيده اليسرى، حتى تمكن من استعادتها مرة أخرى وغرسها في صدر والد الطفل، ثم يقع على الأرض قتيلا. الجانب الديني والقانوني، القاتل سلم نفسه للجهات القانونية في مملكة سبأ هربا من الثار، ومن المؤكد أن والد الطفل أو القتيل له أقرباء تابعوا القضية ومحاكمة القاتل، وادعوا بأن سعد الحيوي أقدم على قتل رب سالم عمدا وعدوانا، كون أداة الجريمة هي جنبيته، في حين خرج القتيل من منزله بملابس النوم. حدثت المرافعة أمام المحكمة، واعترف سعد الحيوي أنه قتل رب سالم لكن دون قصد، وبدأ يحكي القصة، حتى أن شهادة الناس تفيد بأنهما كان على علاقة طيبة ولم تكن بينهما أي خلافات تستدعي قتله. القاضي يسأل المتهم سعد: أنت ذهبت إلى والد الطفل بجنبيتك ولطمته على خده ثم قتلته؟ فيجيب المتهم: صحيح، لطمته في خده لألفاظ سيئة تفوه بها علي، وهو من أخرج أو خرط جنبيتي من جهازها الذي كان بحقوي وحاول طعني بها، ولولا أني اعترضت لها بيدي اليسرى لكان قتلني بها. بعد ذلك تعاصرنا على الجنبية، وبقدرة المقة استطعت طعنه، وكانت نيتي جرحه في كتفه كي أنقذ نفسي، لكن بسبب الحركة السريعة أثناء المعاصرة صارت الطعنة في صدره. ويضيف سعد مدافعا عن نفسه بالقول: أنا ذهبت إلى والد الطفل بنية عمل الخير وإصلاح الشأن بينه وبين زوجته، ولم أذهب بنية قتله. وبالتالي يصدر حكم المحكمة بالقتل الخطأ، وأنه كان دفاعا عن النفس، وقررت بإلزام القاتل بدفع أي دية مادية أو معنوية
لابن القتيل والذي من أجله وقعت هذه الحادثة. هنا أي في النقش يظهر لنا المدلول الديني المتمثل بالحمد والثناء الذي أعلنه سعد وأخيه عبيد للمعبود المقة، لأنه سهل في إظهار الحق وأعان عبيدا وأخيه في الدفاع عن نفسهما، وأنقذ سعد من عملية قتل كانت ستحدث لولا لطف المقة وحمايته له، وقد حمداه على تحقيق العدل.